في 4 دقائق فقط تستخرج هذه الذراع الآلية 12 جرعة من قارورة لقاح أسترازينيكا. توفر كل قطرة مهدورة لزيادة إمدادات الجرعات. أوتوفاج جهاز طوره الباحثون في جامعة شولا لانكورن التايلاندية. تضمن الآلة حصولنا على 20% إضافية من كل قارورة لقاح ما بين 10 إلى 12 جرعة من كل قنينة. إنها مفيدة مع عدد اللقاحات المحدود في تايلاند. نسبة 20% الإضافية تعني أنه إذا كان لدينا 1,000,000 شخص يزيد هذا الجهاز من عدد الجرعات إلى 1,200,000 شخص، ما سيمكن 200,000 شخص إضافي من الحصول على التطعيم. أوتوفاج جهاز سهل الاستخدام ويعمل على قوارير أسترازينيكا فقط، يسرع من عدد التطعيمات ويخفف العبء على الكوادر الصحية لمواجهة أسوأ انتشار للفيروس في البلاد، زاد من حدته ظهور المتغير دلتا. في مراكز التلقيح الكبيرة مثل محطات القطار سيحتاجون إلى عشرات الآلاف من الكوادر الصحية لإعطاء اللقاحات يوميا، أمر يستنزف طاقتهم، هي عملية يومية على مدار أشهر عدة عدا عن الجرعات المعززة مستقبلا. هذا الجهاز سيخفف العبء ويقلل فرص وقوع الخطأ البشرية. في حال حصول الباحثين على التمويل الحكومي سينتجون 20 جهاز أوتوفاج في غضون 4 أشهر، كما يطمحون لصنع آلات مماثلة لاستخدامها مع لقاحات بيوتيك وفايزر وموديرنا مستقبلاً.